بسم الله الرحمن الرحيم. ردا على قطع الكهرباء عن الغوطة الشرقية، قامت سرية الهندسة التابعة للواء الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم باستهداف محولات الطاقة الكهربائية لمطار دمشق الدولي ومساكن الضباط في منطقة الغسولة. ونحن في لواء الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم نتوعد عصابات الأسد بمزيد من العمليات النوعية التي تستهدف شريان النظام. 5 محرم 1434، والله ولي التوفيق. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. طالبين كل شيء جاهز مباشر سوا. بسم الله الله اكبر. واحد يسقط يصعق من عنده اذا الله. هلا هذول كون مسافه طويله صوروا. الله اكبر، الله اكبر، الله الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر يا رجال، الله اكبر. صنون صنون صنون. طف المطار، هرجع على طف المطار. شوف خالص خالص.